بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، كما نرى أمامنا هذا التنين، انظروا، أعطاه الله قدرات هائلة جدا لابتلاع هذه الشاة. الحقيقة هذا التنين خطير جدا، مع العلم أنه لا يقتل مباشرة بل يقتل ببطء. هذا التنين أيها الأحبة ماذا يفعل؟ ليس لديه إمكانية للاصطياد مثل الأفاعي أو مثل الحيوانات المفترسة، لذلك زوده الله سبحانه وتعالى بطريقة عجيبة جدا بسم يحقنه في الفريسة، لا يحتاج لأكثر من ثانية واحدة لحقن هذا السم ثم يذهب، فالفريسة تموت ببطء شديد. الآن هو جاء انتظرها حتى ماتت ويأتي الآن ليأكلها، بما أن جهازه الهضمي قوي جدا جدا سيبتلع هذه الشاة بشكل عجيب بأقدامها، بجلدها، بعظمها، بعظامها، بأسنانها، بشعرها، كل شيء يبتلعها ابتلاعا. سبحان الله، انظروا هنا، العضلات هنا أيها الأحبة تتوسع بشكل كبير، لديه قدرة على توسيع هذه العضلات، هذه المنطقة، منطقة الرقبة لديه مرنة جدا. من الحيوانات العجيبة جدا هذا التنين الكومودو، هذا من الحيوانات فعلا القوية والتي يعني تشهد على عظمة الخالق وأن نظرية التطور غير صحيحة. من أين جاء بهذه التقنية؟ انظروا أيها الأحبة، شاة حجمها لا بأس به، انظروا، يبتلعها بكل سهولة ثم يضغط على الأرض لكي يدخلها في فمه وتبقى داخل جوفه ربما لعدة أيام يتغذى عليها، ثم يتخلص من الفضلات غير الضرورية مثل العظام، الأسنان، هذا الجلد أيضا، الشعر. طيب ما هذه القوة أيها الأحبة؟ ما هذا الجهاز المتطور في هذا المخلوق؟ انظروا كيف عضلات البطن تضغط تنضغط، ثم هناك أيها الأحبة مواد يفرزها هنا. دعوني أعيد فقط اللقطة لأنها لقطة رائعة بالفعل. بعد أن ابتلع هذه الشاة، طبعا في البداية حقنها بالسم ويبتعد عنها، ثم يأتي كل فترة ليطمئن هل ماتت أم لا زال فيها روح. بعد أن تموت تماما كما نرى الآن، تأكد منها ميتة تماما لا حركة فيها، جاء وأمسك بها. هو غير قادر على التهامها مثل النمور والفهود والأسود، لا، أو الضباع أو الكلاب، لا. طريقة عمل الجهاز الهضمي لدى هذا المخلوق الذي يعود نشوءه على الأرض إلى مئات الملايين من السنين، موجود منذ مئات الملايين من السنين، يمتلك هذا النظام المناعي والنظام الهضمي المتطور جدا. انظروا كيف يدخل هذه الشاة الكبيرة وكأنها لقمة يبتلعها يبتلعها مثل أي إنسان يبتلع لقمة سهلة. الآن بعد أن أدخلها في جوفه، هناك مواد أيها الأحبة تفرزها المعدة لهضم هذا الكائن، ثم العظام تنفصل عن اللحم، يأخذ اللحم، يأخذ المواد المغذية. كل هذا يتم من دون علمه على فكرة، يعني هو لا يقوم بذلك، الله عز وجل سخر له هنا في أمعائه، في بطنه، في هذه العضلات التي تضغط. فمواد وأنزيمات ونظام معقد جدا لهضم هذا الكائن، ويبقى يتغذى عليه كما قلنا عدة أيام ويحمد الله سبحانه وتعالى. انظروا كيف يقف، وهذا الأسلوب في الوقوف ليجعل هذه الشاة تسقط للأسفل. الآن الجسم بدأ بإفراز كما قلت لكم العصارات الهاضمة اللازمة، وتتم عمليات معقدة جدا في داخله من دون أن يشعر. هنا أنا أود أن أذكركم أيها الأحبة
آية كريمة جدا. أنا شخصيا تمنحني التفاؤل، كلما أصابني قليل من اليأس أتذكر هذه الآية فأجد دفعة كبيرة جدا من التفاؤل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما معنى إلا على الله رزقها؟ رزقه السم الذي يحقنه في الفريسة الشاة، رزقه السرعة والقدرة على حقن هذا السم لأن الشاة سريعة ولكن هو في هذه الحالة أسرع منها، رزقه التفكير ينتظر حتى تموت لأنها إذا كانت حية لا يستطيع ابتلاعها، رزقه هذا التصميم المناسب، رزقه آلية معقدة في جهازه الهضمي لتهضم هذه الشاة. طيب بالله عليكم، متى تطور هذا الكائن ومتى حدث هذا الأمر فيه؟ من الذي أعطاه هذا التصميم؟ من الذي أعطاه القدرة؟ انظروا، أقل من دقيقة، يعني خلال دقائق ابتلعها ثم ذهب، والآن النظام الهضمي يعمل وبكل أريحية مرتاح. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا الإله أخي الحبيب لا يعجز أبدا أن يرزقك صدقني، ولكن الضيق وقلة الرزق هو بلاء، هو ابتلاء، يجب أن نعمم ثقافة الابتلاء. الله عز وجل يريد أن يختبرك اختبار، قلة الرزق اختبار، هل تأكل الحرام أم أنك تصبر؟ هل تسرق؟ هل تتذمر على الخالق عز وجل؟ أم أنك ترضى بما قسم الله لك؟ طيب كيف ساق الله الرزق لهذا المخلوق وهذا يعيش في جزر نائية؟ يعني تجد أن بيئته قاسية جدا ولكن فيها كمية كبيرة من الغذاء، والله عز وجل أعطاه هذا التصميم، أعطاه هذا الجهاز الهضمي كما قلنا المعقد والمتطور، أعطاه القدرة على تصنيع السم. من الذي جعله يصنع السم؟ هو نفسه. علماء التطور للأسف يقولون هذا المخلوق طور نفسه بنفسه، وبفعل حاجته للسم طور آلية لإفراز السم. أنا أقول لكم كلام علماء التطور المضحك حقيقة، وبفعل حاجته لامتلاك جهاز هضمي قوي يستطيع أن يهضم هذه الشاة وغيرها من الفرائس، أيضا طور نفسه وامتلك هذا النظام المتطور. طيب بالله عليكم، هل هذا مخلوق عاقل؟ هل هذا مخلوق أصلا الإنسان الذي هو أذكى مخلوق على الأرض لديه قدرة على أن يطور نفسه، يطور آلية لنفسه ليعيش تحت الماء مثلا؟ يعني هل الإنسان لو بقي مليار سنة، ليس مليون، مليار سنة، يستطيع أن يطور آلية ليعيش تحت الماء؟ يستطيع أن يطور آلية ليطير رقبته كما حدث مع الزرافة؟ هل يستطيع أن يطور آلية ليصبح مثلا لديه قوة خارقة؟ كل هذا كلام عبثي أيها الأحبة. هذه المخلوقات أولا دليل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، ومثل هذا المخلوق تنين الكومودو هذا العملاق حقيقة والمخيف يشهد على قدرة الله، على دقة صنع الله الذي قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. كذلك هذا المخلوق يشهد على كذب نظرية التطور. لا يوجد تطور بالمصادفة، لا يوجد تطور بالعشوائية. نحن الآن إذا أخطأنا في كتابة برنامج على الكمبيوتر أو برنامج على الموبايل، إذا أخطأ المبرمج بحرف ينهار البرنامج بالكامل. يعني هؤلاء يقنعون
أن كل هذا التصميم وكل هذه الدقة وكل هذه القدرات وكل هذه الإمكانيات لدى هذا الكائن جاءت هكذا بالمصادفة؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. لذلك أيها الأحبة، مثل هذه المخلوقات تدعونا بالفعل للتأمل والتفكر، وأن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، ونختم ونقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.